اللي دائما يكون عليها اقبال كبير من طرف المواطنين او من طرف البدويين، يعني بشكل خاص كيجيو ليها من كل بلاصه باش انهم كيجيو ليها من كل بلاصه باش انهم يروحوا شويه على نفسهم ويرتاحوا شويه من داك الضغط ديال العمل. حنا الان كنشوفوا يعني الناس يعني بداو كيجيو الغابه باش انهم يعني يدوزوا الحياه اللي هي زوينه، رفقه العائلات ديالهم الى اخره. هذا هو المدخل ديال الغابه. هذا هو المدخل الاسر كيجيو ليها دائما. مازال يلاه يعني مازال ما وصلش 10 شي شويه غنشوفوا يعني واحد الاحتضان كبير بزاف على هاد الغابه هادي. الناس كيجيو كيدخلوا الان باش انهم كيدخلوا كيفطروا الى اخره. كاين اللي كيبغي يفيق الغدا ديالنا، كاين اللي كيجيب الفطور ديالو معاه، كاين اللي كيفضل انه يفطر هنايا. حيت كيكون هنا سيدات تبارك الله ما شاء الله يعني كيصايبوا الفطور، هما كيكونوا مجهزين للفطور الى اخره. الغابة باش انهم يرتاحوا فيها من داك الضغط ديال العمل ديال الستريس ديال اللي كيكون كيعيشوه يعني كل نهار. الاجواء اللي هي يعني هادئة جدا، تبارك الله يعني سيدات قادات العمل ديالهم كيوجدوا من كيوجدوا الغايت كيوجدوا يعني الملوي كيوجدوا كلشي من اجل المواطنين. واش كنتم مشاهدي قناة شوف تيفي كتفضلوا انكم يعني تدوزوا الويكاند ديالكم هنايا، تدوزوا الويكاند ديالكم هنايا في الغابة، ولا كتفضلوا انكم تمشيو يعني لبلايص اخرين باش انكم تدوزوا الويكاند ديالكم. كاين بزاف ديال المواطنين كيفضلوا انهم يجيو الغابة بحكم الجو اللي كيكون هادئ. فمشاهدي قناة شوف تيفي هذه من بين الاجواء اللي كاينه.